Assalamualaikum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي في كتاب منهاج الطالبين الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض القادر القيام ركن من أركان الصلاة فلو صلى من قعود مع القدرة على القيام فصلاته باطلة وقد تهاون الآن في هذا الزمان كثير من الناس باستعمال الكراسي لغير ضرورة بأدنى شيء يتعبهم جلسوا على الكراسي وهذا تهاون كما نشاهده كل يوم في المجالس وفي المجامع وعند تناول الطعام يقوم ويقعد عجيب فكل واحد أدرى بنفسه وأدرى بعذره الله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقته لكن الذي نراه من تصرف كثير من الناس يتساهلون في القعود على الكراسي بأدنى شيء فإن القيام ركن ولا يبيح القيام القعود إلا مشقة شديدة لا تحتمل عادة أو مشقة تذهب الخشوع وقيل أو كماله في الفرض أما في النافلة فإن من صلى قاعدا مع القدرة على القيام فله نصف أجر القائم وإن صلى مضطجعا مع القدرة على القعود له نصف أجر القاعد هذا في النافلة أما في الفرض لا يجب عليه أن يعمل بقدر استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا قدر على القيام فليس له أن يقعد إذا قدر على القعود فليس له أن يضطجع نعم استدلوا على وجوب القيام في الفرض لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان سيدنا عمران بن حسين هذا الذي سيدنا عمران بن حسين يستجاب الدعاء عند ذكر اسمه الذي كانت تسلم عليه الملائكة وكان ابتلي بالبواسير فما يستطيع أن يصلي من قيام فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلي من قيام فإن لم تستطع فصلي قاعدا صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب وفي رواية الإمام النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا أي على قفاه جاعلا خمصيه للقبلة ويرفع رأسه بنحو مخدة أو نحو ذلك نعم على القادر في الفرض خرج بالقادر غير القادر فأما إذا صلى مع عدم القدرة على القيام من قعود فأجره كامل في الفرض وفي النافلة نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن يجب عليك أن تبذل وسعك أن تبذل وسعك فإذا عجز ما كلفك الله سبحانه وتعالى ولم يكلف عباده بمضرة في أنفسهم أخلف في هذا المشقة الشديدة لا تحتمل عادة ألا وقيل أنه الذي يذهب الخشوع وقيل أو كماله أو كمال الخشوع لا ليس مرة ذاك هذا عدم الخشوع لكون قلبك مشتغل هذا كونك قلبك مشتغل بأجارة ترتيب أو كرجة
أو نحو ذلك، هذا قلب مشتغل، ليس المراد هذا. يعني الذي يذهب الخشوع بسبب الألم، يعني بسبب الألم الذي يشعر به. أما كونك أنت قائم وماشي خشوع، أنت على نفسك، لأن قلبك منشغل، قلبك منشغل إما بإستري، وإما قلبك منشغل بكرجة كرجة أو أجارة أو نحو ذلك، لا أو منشغل بالاختبار، وربما يفكر في الصلاة هل حل صحيح ولا غير صحيح، لأن كذلك من الأسباب الذي تبعد الخشوع ويظنها أنها من الخشوع أن يفكر في أمر ديني في الصلاة، هذا من وسواس الشيطان. حتى لو تفكر في القيام في معنى التسبيح والتقديس، هذا من وسواس الشيطان. أو تتدبر آية من القرآن في معانيها ويخشع قلبك بذلك وأنت في السجود، هذا من وسواس الشيطان. كل شيء في محله، محل تدبره في محله. فإن تدبرت ما ليس في محله في غير محله، فحينئذ ذاك يكون من وسواس الشيطان وليس من الخشوع والحضور المطلوب. نعم. قلنا المراد هنا هذا اللي ذهب الخشوع الألم يعني، أما هناك أشغال أخرى وهم أخرى ما لنا دخل فيها أنا. كان من قعود بيروح أذلل. نعم لا هو يقعود. نعم تمام. وشرطه نصب فقاره. نعم، من شروط القيام أن ينصب فقار ظهره، أي فقار ظهر عمود العمود الفقري. أي كما فلو لم يستطع إلا على هيئة الراكع صلى على هيئة الراكع، وثم يزيد انحناء للركوع، فإن لم يستطع فبالنية، بالنية. نعم تمام. لا بد أن يعمل على قدميه، فلو كان محمولا هكذا وقدميه هكذا ما يصح، لابد أن يكون اعتمادك على الأرض على قدميك، وتنصب فقار ظهرك. هلا فقرات الظهر هي مفاصل الظهر وفقراته. نعم نعم، لا يكون قائما إلا كذلك. تم. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. نعم، وقف منحنيا هلا هكذا هكذا أو هكذا منحنيا، أي ليس معتدل الاستقامة. نعم سلام، حيث أنه يصار هكذا إلى أقل الرجوع أقرب، إن كان لا يستطيع إلا ذلك. واحد شباب رأى رجل هكذا شئب مسكين هكذا، يقول له من أين لك هذا القوس؟ يعني أنك صرت منحنيا مثل القوس هكذا. قال يا ولدي سيأتيك بغير ثمن، انتظر بعد سنوات بتكون مثلي، ويمكن يزيد القوس حقك عاد. تمام. أو مائلا ألا هكذا، ألا عنده هكذا مرض يمكن هكذا. هذا الميلان الانحناء أمام خلف، الميلان يمين شمال. قال أو مائلا ألا بحيث لا يسمى قائما، ألا لابد القيام عرفا بحيث يسمى قائما عرفا. قال هذا قيامه غير صحيح. لماذا؟ لأنه ترك الواجب الذي عليه، الواجب عليه أن يقوم منصوب فقار الظهر. نعم تمام. نعم تمام تمام. كذلك لو كان بيصلي من قعود مثلا، له أن ينصب بحيث ما يكون هكذا بيصلي من قعود وقال هلا هذا، إلا إذا كان لا يستطيع إلا كذلك، حينئذ يعذر. تمام. فإن لم يتق انتصابا، ما استطاع
أن ينصب فقار ظهره وصار كهيئة الراكع بسبب كبر السن أو مرض. تم؟ وصار كراكع، فالصحيح أنه يقف. فالصحيح أن يجب عليه أن يقف على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا كان جالس فاستقبال القبلة. استقبال القبلة واجب، فاستقبال القبلة ليس له بدل، وللقيام بدل. نعم. تم. يجب القيام عليه بلا شك. يجب القيام عليه. تم. نعم. ثم إذا كان على هيئة الراكع على إن قدر يزيد انحناء للركوع، وإن ما قدر فقلنا بالنية. تم. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه. أمكنه القيام ألا، لكن ما أمكنه الركوع إتمام الركوع وإتمام السجود ألا، بسبب أنه يعني عملية في ظهره، مثلا عملية في الظهر ما تمنعه من الانحناء. مثال مثلا قال ما حكمه؟ قال قام، يجب عليه القيام، واجب القيام عليه. نعم. هذا واجب عليه يقوم. هل واحد يعينه على القيام في الابتداء لا في الدوام؟ ها، اذا امكن ذلك ولو بأجرة في الابتداء لا في الدوام. نعم. اما لا في الدوام لما يجب، ولو بأجرة واجب ذلك، ولو بمعين، ولو بأجرة. نعم. تم. ولو عجز عن القيام كوجوب. نعم. وقف عليهما يلا بقدر إمكانه. نعم. الميسور لا يسقط بالمعسور، قدر إمكانك، على قدر إمكانك. أهم شيء يبذل الوسع، ما هو على سول يتعجل بالقعود، بذل وسعك، ما استطعت فحينئذ أباح لك الشارع القعود. نعم. تم. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. نعم، عجز عن القيام يقعد. وما هي أفضل الجلسات؟ أي شاء، كيف شاء، كيف شئت تجلس، لكن ما هي أفضل الجلسات؟ قال وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر. أفضل الجلسات الافتراش. أفضل الجلسات للعاجز في الفريضة، وللعائز وغيره في النافلة الافتراش، وهو أن تجلس على رجلك اليسرى أي تفترشها وتنصب اليمنى، هذا الافتراش، هذا أفضل الجلسة التي تكون بدل عن القيام في الصلاة. ويليه التربع، التربع هكذا أفضل من التورك، وإن كان التربع ليس من جلسات الصلاة، التورك من جلسات الصلاة صح؟ نعم. فالتربع أفضل من التورك، والافتراش أفضل من التربع. نعم. قعد كيف شاء، على أي كيفية يقعد، لكن هذه الهيئات الأفضل الافتراش، فإن لم يستطع فالتربع أفضل من التورك، فإن لم يستطع فالتورك. تمام. إن استطاع كما قلنا القيام ألا، فهو القعود سواء كان قعودا على الكرسي أو قعودا على العرض سما ولا يجب عليه تحصيل الكرسي حتى يجلس عليه. نعم. تمام. ويكره الإقعاء يبسطها، يرفع ساقيه ويضع قدميه هكذا، ووضع اليدين ليس قيد، تنصب ساقيه هكذا ألا، ويطرح مثل الكلب، يم يجلس الكلب هكذا. مكروه هذه الجلسة ألا، هذا يقع مكروه. هل وضع اليدين على هذه الهيئة هنا هل هي قيد
لكراهة هذه الجلسة؟ لا، حتى ما وضع يده مكروه في الصلاة تجلس هذه الجلسة. نعم، لهذا وصف لنا كيف هذه جلسة القعاء، كأنه سئل الشيخ كيف جلسة القعاء فقال صور لنا الإقعاء المكروه حتى بأنه بيبين لنا الإقعاء المسنون. فالإقعاء على نوعين، إقعاء مكروه وإقعاء مسنون. الإقعاء المكروه قال بأن يجلس على وركيه. ألا نعم، هذا الوركين، الوركين أصل الفخذين هنا، هذا الورك وهذا ورك أصل الفخذين، هذا وركيه. قال يجلس على وركيه بأن يجلس على وركيه، تمام، ناصب ركبتيه كما صورنا، تمام. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته على ركبتيه. بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. فيش هذا في الجلسة، لا نحن في جلسة الإقعاء أولا، في الإقعاء المكروه هذا ما ذكر، لهذا ما ذكر الإمام النووي ووضع يديه ما ذكرها صح، ناصبا ركبتيه ولم يذكر لنا واضعا يديه، وإن كان صورة هيئة جلسة الكلاب أن يضع يديه، لهذا قلنا أنه ليس بقيد، ليس قيد أن يضع يديه، بمجرد وضع الركين مع نصب الساقين أو ركبتين فإنه ذاك إقعاء مكروه. وضع يديه هكذا مثل الكلب أم لم يضعها؟ مكروه، حتى وضعها هنا مكروه. خرج بالإقعاء المكروه الإقعاء المسنون صح؟ بيدي؟ الإقعاء المسنون، كيف الإقعاء المسنون؟ لا يكره في الصلاة، ليس المعنى أنه أفضل من الافتراش والتورك، لا، هل أنه عكس الكروه، عكس له المكروه. الإقعاء المسنون كيف؟ أن يجلس على عقبه، كيف؟ هكذا، أن يجلس على عقبه ويطرح بطون أصابع الرجلين ويجلس على عقبه، هذا ليس من المكروه، هذا إقعاء يسمى لكن لا يسمى إقعاء مكروها. نعم، تمام، تم؟ فين؟ لا، ما جلس على عقبه. يفرش رجليه هكذا هكذا، جعلهم هكذا هكذلك هكذا هلا هكذا أو هكذا كما فعلت أنت أو هكذا أو هكذا، المهم الوركين على العقبين، هذا إقعاء ليس مكروه. إما تجعل هكذا قدميك هكذا فرشا كفراش هكذا، أو هكذا كما يفعل البعض أو هكذا، هذا كل ذلك من الإقعاء المسنون، أي لا يكره فعل ذلك في الصلاة. نعم، لا شك أن التورك أفضل منه، أن الافتراش أفضل منه. نعم، مكروه هذه الجلسة حتى خارج الصلاة مكروه، مشهور كما يفعل بعضهم، بعض يجلس هكذا مكروه كذا، يجلس هكذا، يمكن كانوا معذور ولا شيء والله أعلم. هذه جلسة غير مطلوبة حتى في الصلاة وفي خارج الصلاة. لا هكذا يجعل يديه خلفه ويجلس هكذا، لا حتى خارج الصلاة ما ينبغي هذا، أنها هيئة المتكبرين، هيئة المتكبرين، وهكذا لا ينبغي لك أن تتشبه بأهل الظلم في أي هيئة ولا في أي صفة من المسلمين، فما بالك تتشبه بهم من الكافرين، فإن كل الكفار ظالمين.
لا كراهة فيها. الاتكاء، اتكاء من الاتكاء، هذا هذا من الاتكاء، من الاتكاء في الصلاة، من الاتكاء في الصلاة، ما ينبغي حتى أثناء الأكل خارج الصلاة ما ينبغي ذلك. الاتكاء، الاتكاء في الصلاة، في الصلاة أو في خارجها ما يضر، هذا هذا ليس من هذه الهيئة. نعم، لكن هذه الهيئة التي هي نعم في الأثناء الأكل، الأثناء الأكل جعلوا هذا من الاتكاء. نعم، ولو بيده، أنه إيش هذا، يريد أن يطول مدة له الطعام علشان يأكل كثير، ولهذا سن لنا الشارع هيئات الأكل التي بحيث تخفف الطعام بسبب الجلسة هذه، لأنك إذا جلست جلسة هكذا بتكثر الطعام، والمطلوب من الإنسان أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، لا لا لقيمات يتعبن بطنه فيجلب له سوء الهضم ثم يشرب دواء لتسهيل الهاضمة. نعم تمام. ثم ينحني لركوعه، هذا هو إذا الذي أبيح له الجلوس في الفرض، قال أبيح له القعود، قال ثم إذا أراد أن يركع بعد أن يقرأ من الفرض أراد الركوع فينحني لركوعه، ألا إذا قادر ينحني ينحني بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، هذه الركبة تتقدم جبهته هكذا على ما قدام، الله أكبر سبحان الله، هو يقول كذا الله أكبر، هذا جبهته لابد تحاذي ما قدام جبهته، تحاذي ما قدام ركبتيه. نعم، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده من الأرض. تم. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن. نعم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، لهذا قال فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، ألا نعم الأيمن السنة، ويكره الأيسر مع القدرة على الأيمن، فإن لم يستطع على الأيمن اضطجع على الأيسر. تمام. فإن عجز فمستلقيا. نعم، فإن عجز عن الاضطجاع لا عن الأيمن ولا عن الأيسر ما قدر، ما قدر قال فمستلقيا، كما ورد ذلك في رواية الإمام النسائي في رواية حديث عمران بن حسين، فإن لم تستطع فعلى الجنب، فإن لم تستطع في رواية الإمام النسائي فعلى فمسترقيا، ما معنى مسترقيا؟ أي ظهرك إلى الأرض وإخمصاك وهو من خسف من القدمين إلى القبلة ورأسك ترفعه بنحو مخدة، هذا قال فمسترقيا يصلي ويرفع رأسه هكذا بنحو مخدة أو حجر أو نحو ذلك، يرفع رأسه كيف فمستلقيا. تمام. وللقادر التنفل قائدا وكذا مضطجئا في الأصح، هذا في القائم هذا فرض، أما القيام في النافلة سنة، فإن صلى من قعود مع القدرة له نصف أجر القائم، صلى من قعود مع القدرة على القيام له نصف أجر أجر القائم، وصلى مع القدرة على القعود صلى مضطجعا له نصف أجر القاعد، وهل له أن يصلي مستلقيا؟ لا ليس له، ولو في النافلة، هذا قال للقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا، ألا الاضطجاع كما قلنا على اليمين ويكره على اليسار مع القدرة على اليمين في الأصح، ألا نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد أي في النافلة، ألا
تفضل صلاة على النصف من صلاة على النصف من صلاة القائم. نعم. وصلاة القائم على النصف من صلاة وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، هكذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هذا كله في القادر. أما العاجز فصلى من قعود النافلة فإن أجره كاملا، أو صلى من اضطجاع العاجز أو مستلقيا العاجز فإن أجره كاملا. هذا إلا عند القدرة يقول له نصف الأجر. نعم. الرابع القراءة. نعم، هذا كذلك ذكر العلماء من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام وأجره كاملا، له أن يصلي خصوصية له صلى الله عليه وسلم. ومع هذا صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين وسيد الحامدين، قام حتى تورمت قدمه، قال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم. محمد ماشي كما لا في السماء ولا في الأرض، لا فيما مضى ولا فيما يأتي، محمد ماشي كما عند مولاه في المقام الأعلى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمون الكسل، فلهذا خيره الله سبحانه وتعالى، إن شئت أن تصلي من جلوس إن شئت أن تقعد. مع هذا ما صلى معه وهو مريض إلا في شدة المرض صلى منه من قعود. وكذلك قام في القيام الليل حتى تورمت قدمه، وأجره كامل لو صلى قاعدا، لو صلى قيام الليل من قاعد خصوصية له صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف قلنا؟ القراءة. الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. على نعم. لا لا، الركوع يعني إتمام الركوع يعني هكذا ينحني هكذا، والسجود يضع جبهته على الأرض، هذا المراد بإتمام الركوع، وليس يقوم مراكعا. لا، المراد بإتمام الركوع في النافلة أي يخرج يجعل جبهته ما قدام ركبتيه، وإتمام السجود أن يضع جبهته. طيب في الاضطجاع كذلك، إذا صلى مضطجعا على شقه، طيب الآن بيسجد كيف؟ يقول كذا. كيف هذا؟ لازم يقعد ويتم الركوع والسجود، أي يركع بأن يجعل جبهته ما قدام ركبتيه، ويجعل السجود بحيث يضع جبهته على الأرض. صح، ما في قول فيها أنك ما في قول أنك أنك تنحني في الاضطجاع، ولا بينام بعدين كان يضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ الفاتحة والسورة، بعدين إذا كذا وجاء وقت الركوع يجلس ويركع ويتم الركوع، بعدين في الاعتدال لا بس بتضطجع بعده. رجع ذنب. بعدين بينام بعدين. كيف؟ من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي سبع آيات. هلا، والبسملة آية منها، سمعنا السبع المثاني، ولا تكون سبع مثاني إلا بالبسملة، فلهذا كانت البسملة آية من الفاتحة. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال المصنف ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح. ركن من أركان الصلاة الفاتحة،
فلو لم يقرأ الفاتحة وقرأ غيرها فإنه لا يصح إلا إن عجز عن قراءتها، فحينئذ يبدلها كما سيأتي معنا. هذا سيأتي له نعم بسبع آيات من القرآن متفرقات أو متواليات، والأفضل كونها متواليات. نعم تم. نافلة أيوة. أيوة يعني لو صلى مثال قادر على القيام صلى من قعود له نصف الأجر، له نصف أجر يعني أربع ركعات من قعود كما ركعتين من قيام. تمام. هذا يسن دعاء الافتتاح سنة في فرض وفي نفل حتى في صلاة التراويح، وإن كان بعض جهلة الأئمة لا يأتون بصلاة في صلاة التراويح بدعاء الافتتاح، وهذه خيانة للمأمومين، وهم يطلبون إقبال كثرة المصلين، لكنك خنتهم خنتهم لأن تقصر في السنة. إذا بتصلي إمام لابد تتحرى السنن كلها، وإلا قدم غيرك ممن يعرف السنن ويعرف أن يأتي بالسنن. فيسن بعد التحرم سكتة لطيفة قدر سبحان الله، بعد ذلك يقرأ دعاء الافتتاح. فسنة دعاء الافتتاح إلا فيها في صلاة الجنازة ما يسن. وهل يسن إذا صلى على الغائب أو على القبر دعاء الافتتاح في الجنازة؟ على المعتمد ولو على غائب أو على القبر ما يسن دعاء الافتتاح، لأنها في الجملة هي مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، لهذا لا يسن حتى في لو كان أمن ذلك. الآن ميت كذو في القبر بنصلي في القبر ما عاد يضر الآن التطويل، وإن كان لأن في الجملة هي مبنية على التخفيف. تمام. يكفي هذا. نعم يكفي هذا. يكفي هذا، ما هو لازم يأتي بالرواية حتى ولو برواية واحدة. الجزء الأول من الدعاء الافتتاح هو رواية مستقلة. نعم. كذلك المأموم إذا جاء وأدرك الإمام في غير القيام فلا يسن له دعاء الافتتاح، على طول يتابع الإمام فيما هو فيه، ما يقول الله أكبر الله أكبر، والإمام في السجود كذا خلاص الله أكبر الله أكبر. ألا تهوي إذا أدركته في السجود تهوي ساكتا ساكتا يعني صامتا يعني ما هو ساكتا مريضا. ليه؟ لأن هذا السجود ما يحسب لك، بخلاف لو أدركته راكعا فإنك تهوي مكبرا لأن الركعة تحسب لك. تمام. تمام. بعد إذا دعا أداء بدعاء الافتتاح يسكت سكتة لطيفة، ها، ويسن التعوذ في كل ركعة، وفي كل ركعة تعوذ يسر سنة الإسرار به من الإمام ومن المأموم ومن المنفرد. سنة سكتة لطيفة. بعد ذلك يشرع في الفاتحة، يشرع في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. ألا والسنة أن تصل البسملة بالحمد لله إن أحكمتها وإلا فلا، وفي ذلك خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصل البسملة. ورد في ذلك في حديث من فعل ذلك فله فضل عظيم، كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة. نعم ورد ألف درجة وبني له بيت في الجنة.
إيش؟ نعم نعم يسن له لهذا الحديث. وبعضهم نظر إلى أن الأصل أنه الوقف على رؤوس الآية، والبسملة آية. بسم الله الرحمن الرحيم، كما ذكروا في علم القراءات وعلم التجويد، ألا أنه ينبغي الوقوف على رؤوس الآية بسم الله الرحمن. هذا كان صح كلام، لكن ما لم يرد نص بخصوصه بخلاف ذلك. أما وقد ورد النص بخصوص وصل البسملة بالحمد لله فإن ذلك يكون من المستثنى. خلاص من اليوم إن شاء الله نعمل. ليش ما ها؟ على كل حال بعضهم يريد أن يصل، فإذا هو يغلط يقول بسم الله الرحمن الرحيم مل من الرحيم مل، أنا يلحن بعدين في الفاتحة، فالأفضل أن لا يصل إن أحكم الوصلة، وإلا فالأفضل أن لا يصل. يريد سنة فإذا هو يرتكب مبطل، كما نية الخروج من الصلاة سنة صح، بعضهم ما يحكمها تقدم على السلام تبطل صلاته قبل ما يسلم. أقول لك لا، أنت بغيت سنة ترتكب مبطل، أحسن ترك السنة أحسن من تريد سنة. فإذا أنت تفعل مبطل مبطلات الصلاة، إذ نية الخروج من الصلاة سنة مقرونة بالسلام. تمام تمام. نعم، بعضهم جعل هذا عند من قال إن البسملة ليست من الفاتحة، لأن البسملة على المعتمد على المقرر أن البسملة آية من القرآن قطعا منكرها كافر، وهي آية من كل سورة على الأصح إلا براءة. إذن البسملة آية من الفاتحة على الأصح. نعم، هذا جعل آية عند الذين لما قال لهم سبع المثاني، فأين السبع آيات؟ قالوا هنا، جعلوا هذه الآية آيتين. نعم تمام. نعم، فيسن الدعاء الافتتاح ويسن التعوذ. شروط ندب الدعاء الافتتاح ايش قلنا؟ أن لا يكون في صلاة جنازة. الشرط الثاني أن لا يخاف فوت الفاتحة أو بعضها مع الإمام، وأن لا يخاف فوت الوقت، نعم خروج الوقت، وأن لا يشرع في التعوذ. أن لا يشرع في التعوذ، هذه شروط ندب الدعاء الافتتاح. كذلك التعوذ سنة سرا في كل ركعة، وفي الأولى آكد. وأفضل كيفياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفضل من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب له شروط كذلك، هل يشن في صلاة الجنازة؟ حسن، ولو في صلاة جنازة لخفته. وإيش شروط هنا؟ أن لا يشرع في الفاتحة. الشرط الثاني أن لا يخاف فوت الوقت أو فوت الفاتحة أو بعضها مع الإمام. نعم خلاص، ما هو داري يشرع في الفاتحة، ألا يشرع في الفاتحة إذا هو ظن أن الإمام لا زال فأتى بالتعوذ والافتتاح ثم تبين ذلك، فإن الحكم كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب القدوة أن يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما أتى به من السنة. نعم، ثم إن أدرك الإمام في الركوع واطمأن معه ودرك الركعة، وإلا وجب عليه أن يأتي بذلك القدر
ثم يتابع الإمام وتفوته الركعة. تمام تمام. وتتعين الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، أي ركعة في كل ركعة ركن، إلا في ركعة واحدة تسقط الفاتحة. وما هي؟ تسقط الفاتحة في ركعة المسبوق، من أتى وأدرك الإمام وهو يتهيأ للركوع أو راكعا فإنها تسقط عنه كلها، أو بعضها إن أدركه قائما فبعد أن قرأ آية الفاتحة ركع الإمام سقطت عنه بقية الفاتحة. هذا إن لم يشتغل بسنة، فإن اشتغل بسنة وجب أن يأتي الفاتحة بقدر تلك السنة، ثم إن أدركه في الركوع واطمأن ما أدرك الركعة، وإلا أتى بذلك القدر ثم يتابع وتفوت عليه الركعة. تمام. والبسملة منها وتشديداتها. والبسملة آية من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة على الأصح، فلو لم يأتي بالبسملة فإنه على فما تصح فاتحته. والبسملة آية منها. تمام. وتشديدات الفاتحة كذلك، من شروط الفاتحة مراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، لأن الحرف المشدد بحرفين، فلو خففه مشددا فقد نقص حرفا من الفاتحة. وكم حروف الفاتحة؟ 156 بقراءة مالكي، و155 بقراءة ملكي، ملكي يوم الدين. نعم. وعليه عمل السلف الصالح يقرون في الركعة الأولى بمالكي وفي الركعة الثانية بملكي. نعم. ولأنه يسن تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية. نعم. وأما في الثالثة والرابع فينبغي أن يكون مما أقل مما ما قبلها. إذا يسن السورة فيها. الثالثة والرابعة هل يقرأ من القرآن؟ ألا حبيب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي قال كان في ذهني شيء من ذلك، وهل ذاك من عمل السلف أم لا؟ فنمت تلك الليلة فرأيت كأن هناك ملك أو أحد من السلف ملائكة يصلون ويقرؤون ألا بملك مالكي في الأولى وملكي في الثانية، فأخبر الحاضرين بذلك، ثم سئل فما حكم الثالثة والرابعة؟ فقال لم يبلغني شيء لذلك، لكن ألا فإن قراءة السلف بملكي. لأنه من السنة تطويل الأولى عن الثانية، تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية سنة، حتى بأن تقرأ سورة أطول سنة، إلا في الوارد كما ورد في سبح والغاشية خلاص، وإن كانت لا الغاشية أطول لكن قد ورد، فالوارد منصوص عليه. نعم. تمام. تمام. مراعاة التشديدات وتشديدات الفاتحة كم؟ 14 تشديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الدين، إياك، قال إياك نقص إياك، قال إياك نعبد، هذا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، بل يتغير المعنى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين ولا الضالين شد فوق اللام هنا ولا قول الضالين نقص حرفا ففاتحته غير صحيحة يردها على الصواب ومراعاة الحروف كذلك بأن يخرج الحروف من مخارجها فالتأمير المسجد أو تأمير المصلى الذي يعين إماما في صلاة لذلك المسجد وهو لا يخرج الحروف من مخارجها أو بعض الحروف فإن ذلك التأمير يأثم وذلك الإمام الذي قبل الإمامة يأثم إذ كل من صلى خلفه صلاته باطلة فيأثم الكل واجب أن يتحرى ذلك يا الحبيب علي بن حسن العطاس وهو عدو صغير يزور الحبيب أحمد بن زين الحبشي قال أقرأ عليك الفاتحة يا أمام قال أقرأ عليك. من تواضع الحبيب أحمد بن زين قالوا أنا أريد أن أقرأ عليك الفاتحة يصححون فاتحتهم عند أهل العلم كان يقرؤون الفاتحة ويصححون الفاتحة عندهم وكان الآباء كرام وأهل العلم كرام يطلبون البركة من أهل العلم بأن يأمر أبنائه بقراءة الفاتحة عند أهل العلم وهكذا كان الحبيب بكر بن محمد أما إذا أتى أحد الآباء مع ابنه ويطلب منه قراءة الفاتحة يفرح من ذلك الأب لماذا؟ لأنه يطلب البركة لابنه عند أهل البركة من مظنتها كيف قلت؟ نعم وأن لا يبدل حرفا بآخر فلو أبدل يسمى هذا ألثق قال ولا الضالين هذا الضاء ولا الضالين يقول له ولظ بأن تستطيل اللسان في الجانب الأيسر يكون أسهل في خروج الضاد وإلا فقد تخرج من الأيمن لكن بصعوبة ولظ وقال ولظ هذا الضاء هذا قال صاحب الرسالة وليس في الفاتحة ضاء ولظ أو بعض جهلة الأئمة يقول ولا الضالين دالين هاي الدالين هذا دال هذا ولا الضالين ينتبه في الضاء لكن بعضهم مغتفر ذلك للعوام وعليه كثير مما عليه السلف الصالح اهدينا الصراط لو قال الحمد كذلك الجاء لو خلى إمام جاء وقال الحمد لله ذلك أمي هذا أي صح يكون إمام ذلك تصح فاتحته ويجب عليه التعلم ما استطاع التعلم صلاته صحيحة ما استطاع التعلم لكن لا يكون إمام أما لو قال اهدينا الصراط المستقيم لا هذه اللي سمنا القاف اليابسة وتسمى قاف لا قاف العرب قاف العرب اهدينا الصراط المستقيم او القاف المشقوقه النوع الثاني القاف المشقوقه اهدينا الصراط المستقيم قيم المستقيم المستقيم هذا غين هذا ولا المستكيم هذا كاف مستقيم جيم هذه قاف العرب هذه يسمى القاف اليابسة نعم جاء الحبيب سقاف بن محمد عندما قرأ كلام الفقهاء ابن حجر يقول بالتجديد جبن هليل في هذه المسألة هذا والرملي وهذا يقول ما في ذلك ما في شيء والخطيب ما سوى الشيخ ابن حجر يقول ما في شيء ذلك ولا في كراهة في ذلك بل له بهذا وله بهذا شوف الحجر شدد راح الحبيب سقاف محمد أول حبيب عمر بن سقاف لا عند الحبيب عبد الله بن أحمد بالفقه أبو الحبيب عبد الرحمن علامة الدنيا شيخه قال كيف ذا قال كل من جاب هذا الصحيح هذا صحيح وأنت يا سقاف أتي بقاف اليابسة أنت أقرأ بقاف اليابسة والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقه قال رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم
يقول اقرأ بالقاف اليابسة. نعم. على كل حال هلا في بعض البلاد لما تسافر ينتقدون على القاف اليابسة، فينبغي لك أن تنتبه. ينتقدون بعض البلاد على القاف اليابسة، ما لك أن تنتبه لذلك. نعم. ليس كلهم مثل أهل جاو مسلمين، لا، في كثير في البلاد أهل انتقاد، أهل جهل وانتقاد في كثير، وينتقد عن جهل ما ينتقد عن علم. أما اللي ينتقد عن علم هذا يعني فحجته العلم، الذي ينتقد عن جهل. فلهذا شدد الشيخ بن حجر في هذا المسألة ولم يصحح ألا في القاف اليابسة. لكن السلف الصالح يقرؤون بالقاف اليابسة. وشدد الخطيب، خطيب تريم يعني، في ذلك في وقت الإمام الحدان. لكنه عندما يخطب الجمعة ويصلي بالناس الإمام يقرأ بالقاف اليابسة، وقد صلى خلفه من أهل العلم والزهادة والورع، وصلى خلفه قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد، وهي يقرأ بالقاف اليابسة. يقرأ بالقاف اليابسة. على كل حال من قرأ باليابسة لن ننتقد عليه، ومن قرأ بالمشقوقة لن ننتقد عليه، لكن بشرط أن لا يكون في تنطع. بعضهم يقرأ بالمشقوقة في تنطع، لا أحسن تركها أحسن، في تنطع. بعضهم يقرأ بالمشقوقة لكن في تنطع مستقيم. ألا و الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه نقل الكلام ثم قال ونحن نأتي بالقاف المشقوقة. يا عبد الله البسملة آية من الفاتحة. على كل حال من أتى بالقاف اليابسة يا خير، من أتى بالقاف المشقوقة كله زين. فلا، فالصلاة صحيحة ولا لا يضر ذلك. نعم. يعني لو صلى مثلا ولا يلحن لحن يغير المعنى، إن تعمد بطل الصلاة وإلا بطلت فاتحته، أو يدغم في غير محل إدغام المتقيم، هذا مستقيم المتقيم كذلك نفس الشيء. وكثير يقول غير المغزوب عليهم، مغزوب يعني صلاة اللزينة كثير هكذا، هذا لا تصح فاتحته، ألا لا تصح فاتحته. فإن يجب عليه التعلم، فإن عجز صح صلاته، لكن لا يصح أن يكون إمام. نعم سلم، لا يصح أن يكون إمام. يتنبه. فهذه أبدا يراعي الآيات وترتيب الآيات ومراعاة الحروف ومخارج الحروف والتشديدات ومراعاة التشديدات. ومن شروط الفاتحة أن تكون حالة القيام. نعم. ولا الضالين، لو نطق بالنون وقد خرج عن حد القيام أي وصل إلى حد تجزئ أقل الركوع لا تصح فاتحته. نعم هذا سنة، خلاف السنة، هذا مخالف السنة. الفاتحة صحيحة نعم، لكنه مخالف السنة، خلاف السنة. فالسنة بعد ما يقرأ الفاتحة يسكت سكتة لطيفة، ألا الضالين سكتة حتى يأخذ نفسه. فسنة للإمام التأمين كما يسن للمأموم التأمين، ما هو كما يفعل الآن كثير حتى في بعض المعاهد. ألا الإمام عاد وما نطق الضالين تقول آمين، مخالفين للسنة هذه. إلا في هذا المصلى يعملون بالسنة. نعم يظلنا ما يقولون يقولون بصوت واحد آمين يعني، لا بأس يعني كأنهم معلمين ذلك.
نعم تم. يسن نعم حتى في غير الصلاة يسن آمين حتى في خارج الصلاة آمين سنة حتى في خارج الصلاة نعم تم. نعم هذا شروط الفاتحة ترتيبها وموالاتها بأن يوالي بين الآيات فلو فصل بسكوت طويل ضر مطلقا أو بسكوت قصير ما قد القصير قدر التنفس والعي الثقل اللسان العي الثقل اللسان هذا القصير إن كان قصد بقطع التلاوة بطلت فاتحة وإلا فلا وأن لا يتخلها ذكر أجنبي لو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين استغفر الله مالك يوم الدين يا كنا أنا يستأنف فاتحة جديدة هذا استغفر الله ذكر ما يبطل به الصلاة لكن تبطل به الفاتحة فيجب عليك استأنف فاتحة جديدة لهذا لو عطس في أثناء الفاتحة هل تنقطع فاتحته إذا عطس في أثناء الفاتحة ما تنقطع فاتحته لكن لو حمد الله قال الحمد لله مالك يوم الدين عطس قال الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين يجب عليه سنة فاتحة جديدة فالعطاس لا يقطع الفاتحة لكن لو حمد الله ذكر ما تبطل هذا بل يسن لو عطس يسن الحمد في الصلاة سنة أن تحمد الله حتى في الصلاة ويسن تشميت العطس في الصلاة صح ويسن لا ما يسن تشميت العطس يبطل الصلاة أقول رحمك الله بطلت صلاتك ها من هذا منو كان قريب عهد بالإسلام هذا منو أحد كان قريب عهد بالإسلام منه والأقرع بن حابس المؤلف هذا الأقرع بن حابس هذا عطس قال الحمد لله قال رحمك الله النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأعظم هلا ما هو عاتب ولا قال إن هذا معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم كان قريب عهد بالإسلام قال فلما عطس أحدهم وقال الحمد لله قال يرحمك الله فلما سلم المهضر قال لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتلاوة للقرآن بس علمه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي لكل إنسان شاف أحد يخل بشيء من الصلاة من واجباتها أو يترك بشيء من مبطلاتها واجب عليك بعد ما تسلم تذهب إليه وتقول كذا 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 واجب عليك واجب في الواجب وسنة في المكروه والسنة سنة واجب إذا شفته يركب مبطل واجب تنبهه يترك واجب واجب تنبهه يفعل مكروه أو يترك سنة السنة تنبهه من باب أولى الإمام من باب أولى الإمام تم هذا من شروط الله من شروط الله أن يوالي بين الآيات فلو فصل بين آياتها نعم لا يضر الفصل في بين آياتها بيش بالتأمين لو أمنا قال والضالين الإمام وأنت في أثناء الفاتحة قال آمين ما يقطع الفاتحة لأنه يسن كذلك لا يقطع الفاتحة سجود التلاوة لو سجد الإمام للتلاوة وأنت في أثناء الفاتحة مالك يوم الدين سجد الإمام للتلاوة سنة لك بل يجب عليك متابعته فتسجد التلاوة ثم تنهض وتتم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ما يضر هذا كذلك سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب ولو في غير الفاتحة فلو أتيت بسؤال الرحمة فلا تنقطع فاتحتك هذا مستثنى لا تنقطع به الفاتحة صح نعم تم الذكر الأجنبي هذا كريم ما ليس من مستحبات الصلاة كذلك لا يقطع الفاتحة
لو فتح على إمامه الإمام نسي الآية من السورة، إن فتح عليه وقد توقف من القراءة لا تنقطع فاتحته، أما إذا فتح عليه قبل التوقف ما دام يكرر الآية يكرر الآية عاد يتذكر الإمام، ما ينبغي أن تفتح عليه حتى إذا توقف لا تنقطع فاتحته. أما إذا كان يكرر الفاتحة ففتحت عليه وهو يكرر الآية فتنقطع فاتحتك فتجب عليك استئناف فاتحة جديدة. صح. كذلك إذا سهى الإمام فسبحت سبحان الله فإن ذلك لا يقطع الفاتحة إذا قصدت بالتسبيح الذكر. تم. في السورة المأموم الإمام يقرأ السورة والمأموم في الفاتحة، فتح عليه وهو يقرأ السورة لا تنقطع فاتحته، لكن متى؟ إذا توقف عن القراءة حينئذ يندب الفتح فلا تنقطع فاتحتك، فدام يكرر الآية لا زال هو يتذكر الآن، ففتحت عليه في أثناء تذكره وتكريره فحينئذ تنقطع فاتحتك. تمام. التذاؤب كذلك مثل السؤال مثل السؤال مثل السؤال. نعم إذا كثر، نعم إذا كثر ذلك يستأنف. تمام. نعم سنة، لا سنة لكن ما هي من سنن الصلاة، هذيك من سنن الصلاة، سنة خارج الصلاة، لكن سنة من حيث الصلاة لا ينقطع، أما سنة لكونه من حيث أنه تشميت فهذا تنقطع به الفاتحة فصار ذكرا أجنبيا. تمام. فتح عليه بعد توقفه أما لا زال يكرر الآية فتنقطع الفاتحة، فتح لا ينقطع بالفتح لا تنقطع الفاتحة لكن بعد توقف الإمام. تم. الطويل مطلقا، ما هو ما الطويل؟ خمس دقائق ولا ساعة، ما زاد على سكتة التنفس ولا هذا طويل ما زاد، والقصير بقدر سكتة التنفس والعي العي الثقل ثقل اللسان. نعم. تم. وقتها مخالف للسنة، المأموم مخالف للسنة، السنة ألا أيوة المأموم يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام والسنة أن يقرأ بعد قراءة الإمام، إذن المأموم في هذه المسألة خالف السنة. ألا فإياك نعبد قال الإمام ولا الضالين، هو خالف السنة، إذا السنة أن المأموم يأتي بالفاتحة بعد فراغ له الإمام. في مسألة إذا إلا إذا علم أنه لا يدرك الإمام في الركوع ويطمئن معه فحينئذ يقدر لنفسه قدرا كما في صلاة التراويح، وكأنها مستثنى من بقية الشروط والسنن صلاة التراويح. ايش بعده؟ فين عجز؟ من جهل الفاتح عليها عشان بعض عنده اختباره. ايوه الفاتح بالقبول والصلاح كلها يفتح عليها الخير تعالى، افتح فاتحة الخير واجعل فاتحة عامنا هذا فاتحة خير ان شاء الله، واجعلها من شهر النعم الجديد ان شاء الله، فاتحة شهر جديد وعام جديد يفتح علينا بكل خير يا رب يا
بحق الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن الله يفتح علينا وعليه فتوح العالم فقهنا يكون علما هدينا يكون سوء ويعلنا علم العارفين العالم علم الجنائن حق الجنائن حق النبي محمد الرؤوف الرحيم يصلحنا ويصلحنا يا أيها الصالحين وسلم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم سل الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع هالقطر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما لا أتقي يا علما فكل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون فروستر أنت أكرم من ستل صلاة الله تغشى المصطفى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.